كل من دعا إلى الله وإلى توحيد الله وإلى تحكيم شرع الله وإلى العمل بسنة رسول الله وإلى اقتفاء آثار الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين والتابعين وتابعيهم، من فعل ذلك؟ قالوا وهابي. جعلوا الوهابية رمزا لكل من استقام على الطريق المستقيم، وهذه من كرامة الله لهذه الدعوة. وإلا فالشيخ رحمه الله ما دعا إلى مذهب الله ولا إلى رأي الله، إنما دعا إلى القرآن والسنة فقط. أحسن الله إليكم. وهذا سائل، ولا أحد من علماء الدعوة نسبها إلى الشيخ. الشيخ ما نسب شيء، الشيخ يقول هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله، لا أقل ولا أكثر.